الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. من توفيق الله عز وجل نستمر في قراءتنا الكتاب الملخص الفقهي، ونحن في ليلة الاثنين. كم اليوم؟ كم الليلة؟ ها؟ ربيع الأول. كم؟ ليلة 23، ها؟ ليلة 23 من ربيع الأول لعام 39 و400 ألف، الموافق ليلة 12، ليلة 11، ليلة 11 من الشهر 12 لعام 17 و2000. وما زلنا في كتاب البيوع، ووقفنا على باب في أحكام الضمان. نعم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صل وسلم على شيخنا ووالدينا ومشايخنا وجميع المسلمين. اللهم امين يا رب. قال الشيخ صالح حفظه الله تعالى: باب في احكام الضمان. ومن التوثيقات الشرعيه للديون الضمان، وهو ماخوذ من الضم. وهو ماخوذ من الضم، لان ذمه الضام صارت في ضم ذمه مضمون عنه. وقيل مشتق من التضمن، لأن ذمة الضام تتضمن الحق المضمون. وقيل مشتق من الضم، لضم ذمة الضام إلى ذمة المضمون عنه بالتزام الحق، فيثبت الحق في ذمتيهما جميعا. هذا يقول الشيخ أن إيش من عقود التوثيقات. إحنا قلنا العقود أنواع، اللي هي المعاوضات. معاوضات كيف؟ مثل ماذا؟ مثل البيع، مثل الإجارة، مثل استصناع. واحد يقدم صنعة، واحد يعطي أجرة، هذا عقد بينهما. هذا عقود معاوضات. بيع، واحد يبذل، واحد يدفع الثمن، واحد يدفع المثمن، هذا معاوضات، صح؟ طيب، التبرعات، عقود تبرعات، مثل ماذا؟ مثل الصدقة، مثل الوقف، مثل هبة، تهب واحد بيت ولا أرض تسجلها باسمه، وثيقة، هذا اسمه إيش؟ عقد تبرعات. في عقود توثيقات مثل كفالة والضمان والرهن، حتى واحد يضمن حقه، يطلب رهنا أو يطلب كفيلا أو يطلب ضامنا، يكتب عليه يوقع أن أنا أضمن أدفع عنه إذا لم يدفع، أو أنا كفيل حضره مجلس القضاء إذا لم يحضر. فهذا من عقود التوثيقات الضمان. نعم. ومعنى الضمان شرعا؟ ومعنى الضمان شرعا التزام ما وجب على غيره مع بقائه على مضمون عنه، والتزام ما قد يجب أيضا، لأن يقول: ما أعطيت فلانا فهو علي. لاحظ هنا الضمان يسمى باصطلاحنا اليوم في الأسواق الكفيل. كفيل، يقول العام الكفيل غرام، إذا ما دفع يدفع الكفيل. الكفيل في الفقه هو الذي يعني يكفل إحضار المدين، يقول أنا أستطيع أحضره لك متى ما طلبت إحضاره، أحضر عندك ولا أحضره في مجلس القضاء. أما الضامن لا، هو الذي يدفع، إذا ما دفع لك أنا أدفع. حتى لو أن فلان ضمن فلانا، يبقى الدين على فلان، ويستطيع أن يطالب به الضامن، يطالب اثنين. ليس المعنى أنه فلان ضمن فلان فهذا لا علاقة له بالدين، لا، طالبه وطالبك أنت. هل هذا اتفاق؟ هذا المبلغ الفلاني ائتني بضامن، يأتي بالضامن يوقع النيش ضامن لفلان، فيضم من الضم أو من الاشتراك الذمتين في الدين، المدين والضامن له. نعم. والضمان جائز بالكتاب والسنة والإجماع. نعم. قال تعالى: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، أي ضامن. أي ضامن. هذه في قصة يوسف عليه السلام في سورة يوسف، لكن الله عز وجل ذكرها في كتابه وأقره، والنبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر، ما قال هذا في تلك الشريعة، أما عندنا فلا.
فالإقرار هذا دليل أنه مشروع، أن الإنسان يضمن غيره إذا لم يدفع أدفع عنه. نعم. وروى الإمام الترمذي مرفوعا: الزعيم ظالم أي ضامن. وقد أجمع العلماء على جواز الضمان في الجملة، والمصلحة تقتضي ذلك، بل قد تدعو الحاجة والضرورة إليه، وهو من التعاون على البر والتقوى، ومن قضاء حاجة المسلم وتنفيس كربته. طيب، أنت التعاون مع من على من؟ يعني ضمانك هذا تعاون مع الدائن ولا مع المدين ولا مع الاثنين؟ ها؟ مع الاثنين. يعني الدائن يريد أن يضمن حقه، فتأتي أنت تقول أنا أضمن، إذا ما أعطاك أنا أعطيك. والمدين قال إذا ما عندك ضامن ما أعطيك، فأنت تعينه تأتي وتضمنه. واضح؟ نعم. ويشترط لصحته أن يكون الضامن جائز التصرف، لأنه تحمل مال فلا يصح من صغير ولا سفيه محجور عليه. نعم. كما أن العاقد نفسه يشترط فيه أن يكون جائز التصرف، ما يكون سفيها ولا مجنونا ولا محجورا عليه، قد يكون هو صاحب المال لكن عليه حجر ممنوع يتصرف بماله، فمثل هذا ما يجوز له التصرف، ما يصلح أن يكون ضامنا. كما أنه لا يجوز أن يكون هو متعاقد في العقد، كذلك لا يصلح أن يكون ضامنا لغيره. نعم. ويشترط رضاه أيضا. يشترط رضاه، يعني ما تسجل اسم واحد هو مش راضي، ما يدري ما يدري عن الدين، يأتي واحد يقول أعطني الدين فلاني ويضمني فلان، فلان ما يعلم، لا، لابد أن يكون راضيا بذلك. نعم. فإن أكره على الضمان لم يصح. ممكن يكرهه، ممكن الطرق كثيرة، ممكن يكون مثلا زوج ابنته، ها، يقول إما تضمني ولا أطلق ابنتك، ممكن، صح؟ أو ترى أبلغ عنك، أو أتكلم، أو أكشف أسرارك، أو ما تدري، طرق كثيرة. المهم ما يجوز أن تكره إنسان إما تضمني ولا ها أفعل بك أو أقول عنك، هذا ما يجوز. يمكن بعض الناس يقول أهجوك بقصيدة، صحيح؟ الناس يقول والله لا الشهر فيك عند الجماعة كلهم إذا ما ضمنتني، أقول جيت فلان وطلبت منه يكفلني، سمي كفالة إحنا وما كفلني، والله أطلع فيك قصيدة، والله لا أشهر فيك، والله ذاك يقول كل شوال قصيدات، ها، وممكن قصيدة يعمر عمرها يمكن، خاصة يوم بعد في تسجيل، هذا لا يجوز، لا يحل مال من مسلم إلا عن طيب نفس، يضمنك من طيب نفسه، أما تكرهه بأي طريقة من الإكراه لا يجوز، لا تشتري منه بالإكراه، ولا تبيعه بالإكراه، ولا تطلب أن يكون كفيلا لك بالإكراه، ولا أن يكون ضامن بالإكراه، الإكراه لا يجوز. نعم. لأن الضمان تبرع من التزام للحق، فاعتبر له الرضا كالتبرع بالأموال. نعم. والضمان عقد إرثاء يقصد به نفع المضمون وإعانته، فلا يجوز أخذ العوض عليه، ولأن أخذ العوض على الضمان يكون كالقرض الذي جرى منعه. صحيح، في ترى هذا يفعله بعض الناس، يقول أذهب معك إلى البنك الفلاني، الشركة الفلانية، وأسجل نفسي كفيل لك، اللي هو ضامن يسمونه اليوم كفيل، لكن لي النسبة الفلانية. هذا كثير ما يسأل عنه الناس، يجوز قال أنا سأخذ كذا وأنت تكفلني، وأنا راح أدفع، بس مثلا ما يعطوني إلا بكفالة، سجل اسمك كفيل وأعطيك المبلغ الفلاني، يجوز؟ الجواب ما يجوز، لأن حينئذ صار كالقرض الذي جرى نفعا. وفي الحديث وإن لم يصح، لكن قلنا أن قاعدة صحيحة، كل قرض جرى نفعا فهو ربا، والربا حكمه حرام. نعم. فالضامن يلزمه أداء الدين عن المضمون عند مطالبته بذلك، فإذا أداه للمضمون له فإنه سيستريده من المضمون عنه على صفة القرض، فيكون قرضا جرى نفعا، فيجب الابتعاد عن مثل هذا. صحيح. وأن يكون الضمان مقصودا به بالتعاون والإرهاق لا الاستغلال وإرهاق المحتاج. نعم صحيح. ويصح الضمان بلفظي أنا ضمين أو أنا قبيل أو أنا حميل أو أنا زعيم. حتى اليوم باصطلاحنا اليوم يقول إيش؟ أنا كفيل. معنى قلنا الكفيل معناه أنه يحضر الشخص لا أن يدفع عنه، لكن اختلف الاصطلاح، إذا أتى من قال أنا كفيله، أنا الضامن، أنا الزعيم،
أنا مثلا المتحمل، أنا الحميل، لأن هذه ألفاظ عقود ليست ألفاظ تعبدية. ألفاظ التعبدية هي التي يجب أن تلتزم بها بلفظها، كتكبيرة الإحرام ما تنعقد الصلاة إلا أن تقول الله أكبر. لو قلت لا إله الله وحده لا شريك له ما صحت صلاتك. لو قلت الله أعظم ما صحت صلاتك. لو قلت الله أجل ما صحت صلاتك. لو قلت الله الكبير المتعال ما صحت صلاتك. لا تقول ها الله أكبر، لأن ألفاظ تعبدية، ألفاظ الأذان، ألفاظ الإقامة، ألفاظ الصلاة، تحيات الصلاة الإبراهيمية لن تأتي بلفظها. تعبدنا الله جل وعلا أن نعبده بالألفاظ الفلانية. أما العقود، بعتك خذ تفضل تستاهل، ما يغلى عليك، ها تجمل فيك، بس عاد لا تنسانا بدعوة طيبة، أي كلمة تدل على أنه قد رضي وباع تم. كذلك لو قال أنا الزعيم، أنا الضامن، حقك راح يكون عندي، أي كلمة يحصل بها مفهوم الضمان انعقد الضمان. نعم. وبلفظ تحملت دينك أو ضمنته أو هو عندي، وبكل لفظ يؤدي معنى الضمان، لأن الشارع لم يحد ذلك بعبارة معينة فيرجع فيه إلى العرف. وهذه قاعدة، كل ما أمر به الشارع ولم يحد بحد فحده يرجع إلى العرف. نعم. ولصاحب الحق أن يطالب من شاء من الضامن أو المضمون. ها يطالب هذا أو هذا، المدين أو الضامن له، واضح؟ طالب هذا أو طالبه معا. نعم. لأن حقه، لأن حقه ثابت في ذمتهما، فملك مطالبة من شاء منهما، ولقوله صلى الله عليه وسلم الزعيم غارم، رواه أبو داود والترمذي وحسنة. والزعيم هو الضامن، والغارم معناه الذي يؤدي شيئا لزما، وهذا قول الجمهور. نعم. وذهب بعض العلماء إلى أن صاحب الحق لا يجوز له مطالبة الضامن إلا إذا تعذرت مطالبة المضمون عنه. نعم. لأن الضمان فرع ولا يصار إليه إلا إذا تعذر الأصل، ولأن الضمان توثيق للحق كالرهن، والرهن لا يستوفى منه الحق إلا عند تعذر الاستيفاء من الضامن. نعم. ولأن مطالبة الضامن مع وجود المضمون عنه ويسرته فيها استقباح من الناس، لأن المعهود عندهم أنه لا يطالب الضامن إلا عند تعذر مطالبة المضمون عنه أو عجزه عن التسديد. هذا هو المتعارف عند الناس، هذا معنى ما ذكره الإمام ابن القيم وقال هذا القول في القوة كما ترى. كما ترى، يقول ما تطالب الاثنين إلا إذا تعذر أن تطالب المدين نفسه. أفرض المدين سافر، مات، غاب، لا نعلم متى يرجع، ماطل، أفلس، حينئذ تنتقل إلى الضامن. لكن بما أنه يستطيع أن يبذل وهو موجود كلمة، إذا ما أعطاك تعال ارجع لي، فتطالب فقط المدين. يقول هذا يعني أوجه القول، هذا القول أوجه. قول أول ماذا يطالب؟ اثنين. قول الثاني إذا تعذر المدين المطالب من المدين ينتقل إلى الضامن. نعم. ومن مسائل الضمان أن ذمة الضامن لا تبرأ إلا إذا برئت ذمة المضمون عنه من الدين بإبراء أو قضاء. بإبراء أو قضاء، أما أن يكون الدائن قال المدين أسقطت عنك، هذا إبراء، أو أن المدين قد رد ما عليه، أدى ما عليه، فيسقط الآن ذمة إيش الضامن من الضمان، لأنه قد تم الأمر. نعم. لأن ذمة الضامن فرع عن ذمة المضمون وتبع لها، ولأن الضمان وثيقة، فإذا برئ الأصل زالت الوثيقة كالرهن. نعم. ومن مسائل الضمان أنه يجوز تعدد الضامنين، فيجوز أن يضمن الحق اثنان فأكثر، سواء ضمن كل واحد منهما جميعه أو جزء منه، ولا يبرأ أحد منهم إلا ببراءة الآخر، ويبرؤون جميعا ببراءة المضمون عنه. واضح، ممكن يكون الضامن أكثر من واحد، يأتي بثلاث أربع أشخاص، اثنين ثلاثة، قلنا نحن نضمنه، سجع يمت تضمنه إذا ما دفع. نعم. ومن مسائل الضمان أنه لا يشترط في صحته معرفة الضامن المضمون عنه، فيصح أن يقول من استدان منك فأنا ضمين،
ولا يشترط معرفة الضامن للمضمون له، لأنه لا يشترط رضا المضمون له والمضمون عنه، فلا يشترط معرفتهما. أعد. ولا يشترط معرفة الضامن للمضمون. ومن مسائل الضمان. ومن مسائل الضمان أنه لا يشترط في صحته معرفة الضامن للمضمون عنه، فيصح أن يقول من استدان منك فأنا ضمينه. ولا يشترط معرفة الضامن للمضمون له، لأنه لا يشترط رضا المضمون له والمضمون عنه، فلا يشترط معرفتهما. صح. كيف نتصور هذا؟ واحد يضمن شخصا لا يعرفه، ممكن كما لو قال لصاحب البقالة مثلا إذا جاءك محتاج وأراد طعاما وما عنده قال أعطيك بعدين ادفع له، واللي ما يدفع لك أنا أسدد عنه، ممكن ممكن ممكن. ها هذا رجل محسن يقول إذا جاءك واحد محتاج يريد طعام قال والله ما عندي أعطى، إن أتى ودفع فحقك وصلك، وإذا ما دفع أنا سأعطيك، كل هؤلاء المحتاجين اللي ما يدفعون أنا سأدفع لهم. مع أن المحتاج لحد الآن ما وصل، وإذا وصل لا يعرفه يصح الضمان ولا يصح؟ يقول يصح، حتى لو أن هذا المدين ما يعرف أن في واحد ضامن ولا يعرفه ولا يدري أن في حد ضامن أيضا يصح، لأن هذا باب شنو إيش يا إخوان؟ تبرع. إيش قلنا إحنا؟ هو تبرع، والتبرع يكون ايش؟ يكون بذل من طرف واخذ من طرف اخر دون يدفع شيء. نعم. ومن مسائل الضمان انه يصح ضمان المعلوم وضمان المجهول اذا كان يؤول الى العلم، لقوله تعالى ولمن جاء به حمل بعير وانا به سعيد، لان حمل البعير غير معلوم لكنه يؤول الى العلم، فدلت الايه على جوازه. ومن مسائل الضمان انه اعد أنه يصح. ومن مسائل الضمان أنه يصح ضمان المعلوم وضمان المجهول إذا كان يؤول إلى العلم. نعم. لقوله تعالى ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. تمام. لأن حمل البعير غير معلوم لكنه يؤول إلى العلم، فدلت الآية على جوازه. نعم. ماذا سيحمل البعير؟ ما أدري كم نوعية ما سيحمله، كمية ما سيحمله ما نعلم، لكن إذا وصل رأيناه ماذا يحمله وماذا الكمية والنوعية ويضمنه. نعم. ومن مسائل الضمان أنه يصح ضمان عهدة المبيع، والعهدة هي الدرك بأن يضمن الثمن إذا ظهر المبيع مستحقا لغير بائع. ومن مسائل الضمان لحظة شوي. نعم يصح. ومن مسائل الضمان أنه يصح ضمان عهدة المبيع، والعهدة هي الدرج بأن يضمن الثمن إذا ظهر المبيع مستحقا لغير البائع. مستحقا لغير البائع. يعني واحد باع سلعة لفلان بالدين وفلان ضمنه، وإلا هذا البائع لم تكن هذه السلعة له هو، كانت عهدة عنده أمانة، فأتى صاحبها فما يسقط هذا الضمان، ينتقل الضمان من باع ما ليس له العهدة اللي بيده إلى المالك الحقيقي. العهدة يعني إيش؟ هذا عهدة عندك، يعني ما يعطونك أنت في الدوام عهدة أنك تحفظها، كل موظفين هذا عهدة، مدرس ولا عسكري ولا كذا، طبيب ما يعطوك شيء عهدة، حتى لو خربت ترجعها خربانة، صح؟ ليس كذلك، اسمها عهدة، فأنت ما تملك هذه، هي عهدة عندك. فلو أن شخصا باع عهدة عنده فيضمن الثمن الضامن، حتى لو كان الذي باع شيئا ليس له إنما هو عهدة عنده. نعم. ومن مسائل الضمان أنه يجوز ضمان ما يجب على الشخص كأن يضمن ما يلزمه من دين وعين. نعم، قال كل حقوق فلان أنا أضمنها، قد يكون على نفقة، قد يكون على دين، قد يكون على غرامة، قد يكون عليه مثلا، قد يكون هو أصلا بعد عليه ضمان كفل غيره، فهذا ضمنه على كل ما عليه لا بأس بذلك. نعم. باب في أحكام الكفالة. الكفالة هي التزام إحضار من عليه حق مالي لربه.
شوف يحضر الشخص نفسه ما يدفع شيء، لكن يقول فلان هذا عندي أنا أعرف ما يقدر يبعد يبات عندي ولا أعرف مكانه ولا كذا ولا جواز عندي ما يقدر يسافر، متى ما طلبت الحق أنا أستطيع إحضار الشخص، وأنت عاد تطلب منه حقك. واضح؟ هذا اسم الكفالة. نعم. العقد في الكفالة واقع على بدن المكفول. على بدن المكفول. نعم. فتصح الكفالة ببدن كل إنسان عليه حق مالي كدين، ولا تصح الكفالة ببدن من عليه حد، لأن الكفالة استيثاق والحدود مبناها على الدرء بالشبهات. نعم. فلا يدخل فيها الاستيثاق. ولا تصح الكفالة ببدن من عليه قصاص، لأنه لا يمكن استيفاؤه من غير الجاني، ولا يجوز استيفاؤه من الكفيل إذا تعذر عليه إحضار المكفول. طيب، يعني واحد عليه ارتكب جريمة، قال أنا كفيله إنه حضره، أفرض كما الآن في المحاكم الحالية ممكن يخرج بكفالة، صح؟ كفالة هذه معناه يطلق صراحة على ما تتداول القضية بعدين يستدعى. أفرض أن هذا هرب الشخص فيؤتى بالكفيل، صح؟ لكن إذا كان هذا المطلوب عليه ذمة مالية وانت قلت حضره، ما حضرته تدفع، اذا ما قدرت تحضره وانت قلت تكفلت انك تحضره، انا حضره ما ادفع عنه شيء حضره، لكن انت قلت انك ستحضره وما احضرته، فانا استوفي حقنا منك. لكن افضل ان هذا المكفول عليه جنايه قصاص ولا جلد ولا ما راح نجلد الكفيل، فمثل هذا اللي عليه جنايه ما في كفاله، لان الكفاله اصلا ماذا؟ احضار الشخص، وإذا أنت تكفلت أن تحضره ثم ما أحضرته أنت ستدفع، فصارت الكفالة إحضار الشخص، إحضار البدن تحضره ببدنه بما أنك تكفلت. إذا ما أحضرته وقد تكفلت بإحضاره ممكن تغرم، لكن إذا المكفول أصل عليه جناية لازم يجلد لازم يقتل لازم يقص، ما يصير ما تقبل الكفالة عليه. نعم. ويشترط لصحة الكفالة أن تكون برضا الكفيل، لأنه لا يلزمه الحق ابتداء إلا برضاه. صح، يأتي الكفيل وقلنا أنا استعد أحضره متى ما طلبته. نعم. ويبرأ الكفيل بموت المكفول المتعذر إحضاره، ويبرأ كذلك بتسليم المكفول نفسه لرب الحق في محل التسليم وأجله. صح، واضح. ها، الذي تكفلت بإحضاره مات، خلاص مات شعلك، أو أنه سلم نفسه خلاص سقطت عن الكفالة، هو سلم نفسه. نعم. لأنه أتى بما يلزم الكفيل، وإذا تعذر إحضار المكفول مع حياته أو غاب ومضى زمن يمكن إحضاره فيه، فإن الكفيل يضمن ما عليه من الدين. نعم. لعموم قوله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم الزعيم غالب. ومن مسائل الكفالة أنه يجوز ضمان معرفة الشخص، كما لو جاء إنسان ليستدين من إنسان فقال أنا لا أعرفك فلا أعطيك، فقال شخص آخر أنا أضمن لك معرفته، أي أعرفك من هو وأين هو، فإنه يلزم بإحضاره إذا غاب، ولا يكفي أن يذكر اسمه ومكانه، فإن عجز عن إحضاره مع حياته ضمن ما عليه، لأنه هو الذي دفع الدائن أن يعطيه ماله بتكفله لمعرفته، فكأنه قال ضمنت لك حضوره متى أردت، فصار ذلك كما لو قال تكفلت لك ببدنه. نعم، واضح. استمر. باب في أحكام الحوالة. الحوالة لغة مشتقة من التحول، لأنها تحول الدين، لأنها تحول الدين من ذمة إلى ذمة أخرى، ومن ثم عرفها الفقهاء بأنها نقل دين من ذمة إلى ذمة أخرى، وهي ثابتة بدليل السنة والإجماع. قال صلى الله عليه وسلم إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، وفي لفظ من أحيل بحقه على مليء فليحتل. وقد حكى غير واحد من العلماء الإجماع على ثبوتها، وفيها إقرار بالناس وتسهيل لسبل معاملاتهم وتسامح وتعاون على قضاء حاجاتهم وتسديد ديونهم وتوفير راحتهم. وقد ظن بعض الناس أن الحوالة على غير وفق القياس، لأنها بيع دين بدين، وبيع الدين بدين ممنوع، لكنه جاز بالحوالة على غير وفق القياس. وقد رد هذا العلامة ابن القيم
وبين أنها جارية على وفق القياس لأنها من جنس إيفاء الحق لا من جنس البيع. نعم. قال: وإن كانت بيع دين بدين فلم ينه الشارع عن ذلك، بل قواعد الشرع تقتضي جوازه، فإنها اقتضت نقل الدين وتحويله من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه. انتهى. نعم. طبعا الحوالة يأتي الدائن إلى المدين فيقول أعطني حقي، يقال ما معي، لكن اذهب إلى فلان أنا أريد منه مال، أو هو والدي أو هو صاحبي، إذا جئته من طرفي سيعطيك. هنا يجب عليه وجوبا الدائن أن يرضى بذلك، خلاص ما عندك تعطيني أذهب إلى فلان كما حلتني عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، قال: إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. حولتك على واحد مليء اذهب وخذ منه، واضح؟ لكن فيها اشترط النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أن يكون مليئا، لا أن تحين إلى مفلس أنا أريد منك حقي، تحين إلى مفلس لن أنال حقي حينئذ، صح؟ واشترط شرط آخر واضح كما لعله يذكر الآن الشيخ، أن يكون مليئا وباذلا، قد يكون عنده أموال لكن من نوع اللي ما يدفع ما يبذل. أما إذا حلتك إلى مليء، واحد عنده قدرة على المال، عنده مال، عنده قدرة أن يسدد لك حقك وسمح يدفع، فعليك أن تذهب. طيب إذا كان في مشقة عليه أيضا بعد ما يلزمني، أنا أريد منك 1000 دينار وأنت تقول اذهب إلى فلان، وفلان في بلد أخرى تحتاج إلى سفر أو ركوب البحر، ها؟ هذه مشقة عليه، صحيح أنه مليء وباذل لكن بعيد، بينه وبينه مسافات فما يلزمني، لكن إذا كان ما في مشقة ومليء وباذل وحلتك عليه يجب عليك أن ترضى بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك. نعم. ولا تصح الحوالة إلا بشروط. نعم. الشرط الأول أن تكون على دين مستقر في ذمة المحال عليه، لأن مقتضاها إلزام المحال عليه بالدين، وإذا كان هذا الدين غير مستقر فهو عرضة للسقوط فلا تثبت الحوالة عليه. فلا تصح الحوالة على ثمن مبيع في مدة الخيار، ولا تصح الحوالة من الابن على أبيه إلا برضاه. الشرط الثاني. لحظة شوي، يعني واحد اشترى من شخص سلعة بالدين وطلب منه مدة خيار خلال أسبوع، ممكن أرجع وممكن تمضي البيعة، ففي هذه الفترة لحد الآن الدائن ما استقر الدين له لأن ما زلنا في فترة خيار، فما يقول أي شيء يقول عطني، يقول عندنا فترة خيار، يقول طبعا ما عندك حيني على غيرك، ما تطالب الحين لأن ما زلنا احنا في فترة يمكن رجع لك البضاعة ويمكن إيش تمضي البيعة. ممكن نضرب مثل آخر، لو أن شخصا ما له على فلان حق فيما يرى وبينه وبينه قضية والحكم لحد الآن ما صدر، ها، فيقول أعطني الحق الفلاني، طيب يمكن يحكم يصدر الحكم مالك حق عليه، خليه يستقر عليه بعد ذلك إما أعطيك أو أحيلك على مليء. نعم. يقول كذلك إيش، لا تصح الحوالة من الابن على أبيه إلا برضاه، يعني ما يقول ابن هذا حلال والدي وما آله يموت بعدين أنا صراحة يصير حلال خذ منه الآن، طيب يمكن تموت قبل أنت، إلا ذا الأب راضي أنك تحيل عليه. نعم. الشرط الثاني، اتفاق الدينين المحال به والمحال عليه، أي تماثلهما في الجنس كدراهم على دراهم، وتماثلهما في الوصف كأن يحيل بدراهم مضروبة على دراهم مضروبة، ونقود سعودية مثلا على نقود سعودية مثلها، وتماثلهما في الوقت أي في الحلول والتأجيل، فلو كان أحد الدينين حالا والآخر مؤجلا، أو أحدهما يحل بعد شهر والآخر يحل بعد شهرين لم تصح الحوالة. وتماثل الدينين في المقدار، فلا تصح الحوالة بمئة مثلا على 90 ريالا لأنها عقد إرفاق كالقرض، فلو جاز التفاضل فيها لخرجت عن موضوعها وهو الإرفاق إلى طلب الزيادة فيها، وهذا لا يجوز كما لا يجوز في القرض. لكن لو أحال ببعض ما عليه من الدين
أو أحال على بعض ما له من الدين جاز ذلك، جاز لك، ويبقى الزائد بحاله لصاحبه. طيب، لابد إذا فلان يريد مني الذهب مضروب أو مصنوع، مضروب يعني مصنع على شكل سوار أو قلادة أو نحو ذلك، أو يريد مني مثلا عملة معينة سعودية ولا دولار، ريال سعودي ولا دولار أمريكي ولا دينار كويتي، أحيله للشخص يعطيه العملة نفسها والمقدار نفسه. يريد مني 1000 دينار كويتي، أحيلك على شخص تأخذ من 1000 دينار كويتي، ما يحول على شيء آخر. هذه واحدة. الثانية، يريد مني 1000، أحيله لفلان ليعطيه مثلا أكثر من 1000، 1100، هذا ما يجوز. أحيلك على 1000 لتأخذ 1000، لا، تعطيني أنت أخذ منك 1000، تحيلني على غيرك يصير 1100، لا ما يجوز. طيب، يريد مني 1000، أحلت لفلان ليعطيه 900 ويبقى له 100، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، يأخذ 900 ويبقى له الباقي. نعم. الشرط الثالث، رضا المحيل لأن الحق عليه، فلا يلزمه أن يسدده عن طريق الحوالة، ولا يشترط رضا المحال عليه، كما لا يشترط أيضا رضا المحال، يعني رضا المحتال إذا أحيل على مليء غير مماطل، بل يجبر على قبول الحوالة، وله مطالبة المحال عليه بحقه، لقوله صلى الله عليه وسلم: مطل الغني غرم، وإذا أتبع أحدهم على مليء فليتبع. متفق عليه. وفي لفظ: من أحيل بحقه على مليء فليحتل، أي ليقبل الحوالة. والمليء هو القادر على الوفاء الذي لا يعرف بمماطلة، فإن كان المحال عليه غير مليء لم يلزم المحال قبول الحوالة عليه لما في ذلك من الضرر عليه. نعم. وبهذه المناسبة، طيب، يقول الشرط الثالث رضا المحيل لأن الحق عليه، فلا يلزم أن يسدده عن طريق الحوالة. المحيل، من هو المحيل؟ الدائن ولا المدين؟ المحيل، لا، المدين، مدين هو المحيل. أنا المحيل وأنت الدائن، إيش؟ محال، والمليء ذاك محال عليه. طيب، لابد أفرض شخص يقول أنت ما تعطيني، أنا سأذهب إلى فلان أخذ منه. لا، أنا إذا حلتك روح، أما بدون لا أنا ماني راضي ما تروح، أنا سأعطيك. واضح؟ لابد أن يكون. طيب، رضا المحيل لأن الحق عليه، لأن الحق عليه. ما الحق على من حينئذ؟ المدين ولا الدائن؟ المدين، الدائن الحق له، المدين هو الحق عليه. طيب، يقول: فلا يلزمه أن يسدده عن طريق الحوالة، ولا يشترط رضا المحال عليه، لا يشترط رضا المحال عليه، كما لا يشترط أيضا رضا المحتال إذا حيل على مليء غير مماطل. يعني المهم أن هذا المدين هو الذي يرضى أن يحيلك، وحتى ما أستأذن المحيل عليه، لأن المحيل أنا اللي حق عليه، ها، اذهب وخذ اللي حق اللي عنده، خذ منه. أو قد يكون رجل محسن يعطي، معلش. طيب، يقول: بل يجبر على القبول حوالة. من هذا الذي يجبر؟ المدين ولا الدائن؟ الدائن، حالتك خلاص اذهب هناك، يجب عليه أن يذهب بشرط ومطالبة المحال عليه بحقه، لقوله صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم. الشاهد تتمة الحديث: وإذا أتبع أحدكم، إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، أمره النبي صلى الله عليه وسلم، تقبل ذلك. وفي لفظ: من أحيل بحقه على مليء فليحتل، أي ليقبل حواله. من هو المليء؟ قال: والمليء هو القادر على الوفاء الذي لا يعرف بمماطلة، يعني يكون باذل. أما واحد عنده مال لكن ما يدفع، ما استفدنا شيء، تحيني على شخص ما يدفع. فإن كان المحال عليه غير مليء، تحيني على واحد مفلس ونفسه أصلا غرقان بالديون، لم يلزم المحال. من هو المحال؟ الدائن والمدين، ها، الدائن. لا يلزم المحال قبول الحوالة عليه لما في ذاك من الضرر عليه. كما قلنا أيضا، لو كان بعيدا يحتاج إلى سفر، ها، أيضا ما يلزمه. نعم.
فبهذه المناسبة فالنصيحة لمن عليهم حقوق للناس وعندهم المقدرة على تسديدها أن يبادروا لإبراء هممهم بأدائها لأصحابهم. الله أكبر. أو لمن أحيل عليهم بها، وألا يلطخوا سمعتهم بالمماطلة والمراوغة. فكثيرا ما نسمع التضرمات من أصحاب الحقوق بسبب تأخير حقوقهم وتساهل المدينين بتسديدها من غير عذر شرعي، كما أننا كثيرا ما نسمع مماطلة الأغنياء بتسديد الحوالات الموجهة إليهم وإتعاب المحالين حتى أصبحت الحوالة شبحا مخيفا ينفر منها كثير من الناس بسبب ظلم المحال إليهم الناس. نعم. وإذا صحت الحوالة بأن اجتمعت شروطها المذكورة فإن الحق ينتقل بها من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، وتبرأ ذمة المحيل من هذا الحق لأن معناها تحويل الحق من ذمة إلى ذمة، فلا يسوغ للمحال. أعد. وإذا صحت الحوالة بأن اجتمعت شروطها المذكورة فإن الحق ينتقل بها من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه. نعم. وتبرأ ذمة المحيل من هذا الحق لأن معناها تحويل الحق من ذمة إلى ذمة، هذا إذا توفرت الشروط. نعم. فلا يسوغ للمحال أن يرجع إلى المحيل لأن حقه انتقل إلى غيره، فعليه أن يصرف وجهته ومطالبته إلى المحال عليه فيستوفي منه أو يصطلح معه على أي شكل من الأشكال بنوعية الاستيفاء. فالحوالة الشرعية وفاء صحيح وطريق مشروع، وفيها تيسير على الناس إذا استغلت استغلالا صحيحا واستعملت استعمالا حسنا ولم يكن فيها مخادعة ولا مراوغة. بارك الله. طيب، بركة الله تعالى. صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم. تفضل. المحال عليه؟ أي. لا، لا بد من يحفظ حقه يرجع. تحلت على شخص مات ما يضيع حقي بينه وبينك، لكن ما يرجع عليه وما زال موجودا. وقد تكون هذه المسألة تحتاج لنظر القاضي، ينظر القاضي فضل أنا حلتك وبرأت ذمتي وبقي في ذمة ذاك، فهو حصل بيني وبينك شيء ولا هو مات، ممكن تطالب الورثة ممكن، والله تعالى. لا، هذا مو خيار. الخيار أن تم البيعة أو ما تم. تعطيني بعد ثلاثة شهور. ليش؟ يعني تعطيني فلوسي بعد ثلاثة شهور. هذا مش خيار، هذا دين. الدين هذا. إيه، الخيار تشمعت خيار. يعني هاك السيارة روح فحصها. كان جازت لي، كان شفتها كذا، بجربها، أرجع وتم البيعة. إحنا اتفقنا على 1000 دينار. لكن بروح أشوفها وأوريها والدي إذا وافق، ولذا طلعت كذا، إذا طلع الشيء اللي أنا بيه رجعته، وإلا هذا معنى خيار. أما أعطيك بعد ثلاث شهور تجيب الفلوس، هذا تم البيع وعليه دين. والله أعلم، صلى الله وسلم بارك على محمد وعلى صحبه أجمعين.